الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه قراءة بالتهجي مع أحكام التجويد والمعنى الإجمالي للآية رقم 221 سورة البقرة. وفتحة واء، لام فتحة لا، ولا ألف السكون مادة طبيعي، ولا، والصحيح إن احنا بنقرأ نقول ولا وليس ولا. غالبا يعني كثير من الناس يقرأ يقول ولا ولا، لا، في القرآن كله اسمها ولا ولا، لأنها واو زائد لا النهي، ولا وليست كلمة واحدة. تاء فتحتا، نون سكون مع الإخفاء، تان لأن النون هنا عارية من الحركة ما عليهاش حاجة، وجاء بعدها حرف من حروف الإخفاء المجموع في أوائل كلمة البيت، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زاد في ثقى ضع ظالما. كاف كسركي، ولا تنكي، حاء ضمحو تنكيحو، واو سكون مضى طبيعي تنكيحو. ألف صفر مستدير، حرف علة زائد وسط الكلام، لا ينطق وصلا ولا وقفا، يعني كأنه غير موجود عندنا. ولا تنكحوا، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح. لام سكون قمرية، لأن اللام عليها علامة السكون، إذا كان عليها علامة السكون نقول قمرية، ما عليهاش علامة السكون نقول شمسي. الميم ضممو، المشين سكون مع التفشي، المش، راء كسرري، المشري، كاف فتحة كاء، المشركة، ألف صغيرة مضى طبيعي المشركة، تاء كسرتي المشركات، ولا تنكح المشركات، حاء فتحة حاء، تاء شدة فتحة، حتى، ألف صغيرة مضى طبيعي حتى، ويا ضميو، همزة سكون، يؤميم كسرمي، يؤمي، نون شدة فتحة مع الغنة، يؤمن، وغنة ميما ثم نونا شددة، وسم كل حرف غنة باد. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. واو فتحة واء، لام فتحة لا، ولا همزة فتحة آ، ولا آ، ميم فتحة ما، ولا آما، تاء ضمتين مع الإدغام في الميم المشددة مع الضم، مع الإدغام في الميم المشددة مع الضم. ولا آما تم، ولا آما تم، لأن هذا من أحكام النون السكينة والتنوين، إذا جاءت إذا جاء حرف من حروف كلمة ينمو بعد النون الساكنة أو التنوين فيصير هذا إدغام بغنة، إدغام إيه؟ إدغام بغنة. ولا آما تم، همزة سكون، ميم كسرة مي، مؤمي، نون فتحة ناء، مؤمنة، تاء فتحتين، فتحتين ولا ضمتين؟ أنا بسألك الآن. أحسنت. تاء ضمتين مع الإظهار لأنه جاء بعدها خاء مفتوحة، والخاء من حروف الإظهار الحلقي المجموع في البيت، همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، مؤمنة خي، هكذا ياء السكون حرفين، خي، راء ضمتين مع الإدغام في الميم المشددة مع الكسر، خير مي، نون سكون مع الإدغام في الميم المشددة مع الضم لأن الميم من حروف كلمة ينمو، ميم، شين سكون مع التفشي، مش، راء كسرري، مشري، كاف فتحة كاء، مشركة، تاء كسرتين مع الإدغام في الواو المفتوحة لأن الواو من حروف كلمة ينمو إدغام بغن، مشركتي، و، لام فتحة لا، ولا، واو سكون حرف لين، ولو، همزة فتحة آ، عين سكون، أع، جيم فتحة جاء، أعجى، باء فتحة باء، أعجبا، تاء سكون مع الهمس، لأن التاء من حروف الهمس المجموعة في الجملة مهموسها، فحثه شخص سكت، أعجب، أعجبت، صح، أعجبت، كيف ضمكو، أعجبتكو، ميم سكون مع الإظهار الشفوي لأن جاء بعدها حرف واو، وحذر الإمام ابن الجمزوري رحمه الله فقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي، فالميم هنا في حكم الإظهار الشفوي. ولو أعجبتكم، طيب معنى قيل ديت يعني إيه اللي فوق الميم؟ يعني الوقف أولى مع جواز الوصل، ينفع أن أنا أف، هذا أولى وأفضل، وفي نفس الوقت يجوز لي أن أنا أصل بما بعدها. وفتحة واء، لام فتحة لا، ولا، ألف سكون مد طبيعي، ولا، وبرضو ما نقولش ولا،
تاء ضمته نون سكون مع الإخفاء تن كاف كسرك تنكي حاء ضمه تنكيح واو سكون ماضي طبيعي تنكح ألف صفر مستدير حرف علة زائد وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا ولا تنكح همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح لم سكون قمرية الميم ضمم المشين سكون مع التفشي المشرى كسرري المشري كاف كسرك المشركي ياء سكون مضى طبيعي المشركي نون فتحنا المشركين ولا تنكح المشركين حاء فتحة حاء تاء شدة فتحة حتى ألف صغيرة مضى طبيعي حتى ياء ضم يو همزة سكون يو ميم كسرة مي يؤمي نون ضمنو يؤمنو واو سكون مد طبيعي يؤمنو ألف صفر مستدير حرف علة زائد وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا يؤمنو ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا معنى هذه الجيم يعني جواز مستوى الطرفين يجوز ان انا اقف على هذه الكلمة ويجوز ان انا اصل هذه الكلمة بما بعد الاثنين جائز والاثنين صحيح ان شاء الله واو فتحة واء لم فتحة لا ولا عين فتحة عاء ولا عاء باء سكون مع القلقلة قلقلة كتب جد الباء من حروف القلقل ولا عاب داء دال ضمتين مع الإدغام في الميم المشددة مع الضم لأن الميم من حروف كلمة ينمو إدغام بغنة ولعبد مو همزة سكون مؤم ميم كسرة مي مؤمي نون ضمتين مع الإظهار لأنه جاء بعد حرف خاء والخاء من حروف الإظهار الحلقي مؤمن خي ياء سكون حرف لين خي راء ضمتين مع الإدغام في الميم المشددة مع الكسر لأن الميم من حروف كلمة ينمو إدغام بغنة خير مي نون سكون مع الإدغام في الميم المشددة مع الضم لأن الميم من حروف كلمة ينمو إدغام بغنة ميمو شين سكون مع التفشي مش راء كسرري مشري كاف كسرتين مع الإدغام في الواو المفتوحة مشركي و لأن الواو من حروف كلمة ينمو إدغام بغنة لام فتحة لا ولا واو سكون حرف لين ولو همزة فتحة آ عين سكون أع جيم فتحة جاء أعجا باء فتحة باء أعجبا كاف ضمكو أعجبكو ميم سكون مع الإظهار الشفوي أعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم همزة ضم أو واو سكون واو سكون صح ولا حاجة تانية أنا بسألك الآن قول كده الواو هنا واو سكون ولا واو إيه واو إيه لا غلط غلط هذه نقول واو واو صفر مستدير حرف علة زائد لا ينطق تمام أكنه مش موجود خالص عندنا يعني ما نقولش غلط واو صفر مستدير حرف علة زائد لا ينطق لام فتحة لا ولا ألف مد واجب متصل ولا ليه قلنا هنا مد واجب متصل لأن الهمز جاء بعد حرف المد في نفس الكلم فهذا اسمه مد واجب متصل ومد مقدار 4 أو 5 حركات همزة كسرة إي أولائي كاف فتحة كا أولائك ياء فتحة ياء دال سكون مع القلقلة قلقلة كتب جد يدع عين ضمعوا يدعو واو سكون واو سكون مد طبيعي يدعو نون فتحة ناء يدعون همزة كسرة إي لم فتحة لا إلى ألف ألف لينة لا تنطق في حالة الإيه في حالة الوصل بسبب التقاء الساكنين همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح لم سكون شمسية نون شدة فتحة مع الغنة إلى ن ألف سكون مضى طبيعي أن راء كسرري الناري نقف عليها مع تفخيم الراء إلى النار أولئك يدعون إلى النار
هكذا. أما في حالة الوصل بنرقق الراء. مع نصل هذه يعني الوصل أولى مع جواز الوقف. واو فتحة واء اسم الجلالة لا يتهج تأدبا مع تفخيم اللام لأنها جاءت بعد حرف مفتوح. والله ياء فتحة ياء دال سكون مع القلقلة يدا عين ضمعوا يدعوا. واو مد واجب متصل، واجب متصل ولا جائز منفصل؟ نقول ايه هنا؟ احسنت، لان المد في كلمة والهمز في الكلمة الثانية. طيب ألف صفر مستدير حرف علة زائد وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا. يدعو همزة كسرة إيه لام فتحة لا إلى ألف لينة، ألف لينة مد طبيعي تثبت وقفا وتحذف وصلا بسبب التقاء الساكنين. إلى همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح. لام سكون قمرية الجيم فتحة جاء الجا نون شدة فتحة مع الغنة الجنة تاء كسرة الجنة. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. قول أمين. واو فتحة واء همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح. لام سكون قمرية والميم فتحة ماء والماء غين سكون والمغ فاء كسرة في والمغفي راء فتحة راء والمغفرة تاء كسرة تي والمغفرات باء كسرة بي همزة كسرة إي بي إي ذال سكون بإذ نون كسرة ني بإذني هاء كسرة هي بإذنه. ياء صغيرة مد سلة صغرى ولا كبرى؟ سلة ولا صغرى ديت؟ مد صغرى أم كبرى؟ مد سلة صغرى. ليه؟ لأنه لم يأتي بعدها إيه؟ لم يأتي بعدها همز. لو جاء بعدها حرف مهموز في الكلمة الثانية يبقى بنقول مد سلة كبرى، يعامل معاملة المد المنفصل. طيب هنقف عليها بالسكون العارض بإذنه بإذنه. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نسأل الله عز وجل مغفرته ونسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أمين يا رب العالمين. معنى صل هذه يعني إيه؟ الوصل أولى مع جواز الوقف. واو فتحة واء ياء ضمة يو ويو باء فتحة باء ويوبا ياء شدة كسرة ويبي نون ضمة نو ويبين همزة فتحة آ ألف سكون مد بدل. مد بدل ليه؟ عشان المد جاء بعد الهمزة في نفس الكلمة، ففي الحالة دي اسمه مد بدل، يعامل معاملة المد الطبيعي ان يمد بمقدار ايه؟ بمقدار حركتين فقط لا غير، بخلاف ورش. ان شاء الله لما نوصل لقراءة او رواية ورش هناك مد البدل في ايه؟ في المد ان شاء الله 2 و4 و6 يعني الحركة. طيب ياء فتحة ياء آية ألف صغيرة مد طبيعي آية تاء كسرة آياتي هاء كسرة آياته ياء صغيرة مد صلة صغرى آياته لام كسرة لي لام سكون شمسية نون شدة فتحة مع الغنة وغنة ميما ثم نون شددة وسمي كل حرف غنة بد لن ألف سكون مد طبيعي لن سين كسرة سي للناس ويبين آياته للناس لام فتحة لا عين فتحة لا لام شدة فتحة لعل. طيب أنا أسألك سؤال هنا، اللام ديت فيها غنة ولا لا؟ مش اللام هنا مشددة هيت؟ نغن اللام ولا لا؟ فيها غنة أم لا؟ لا. ليه؟ عشان إذا لعله لأن الغنة في الميم والنون فقط لا غير، غنة ميما ثم نونا شددة وسمي كل حرف غنة مد. أما ده حرف لا ما نعملش غنة فيه. لعل هاء ضمه لعله ميم سكون مع الإظهار الشفوي لعلهم. ودايما بنقول لما تلاقي الميم عليها علامة السكون فده حكم اسم حكم إظهار شفوي لعلهم. ياء فتحة ياء تاء فتحة تاء يتا ذال فتحة ذا يتا ذا يتا ذا. ونخلي بالنا من مخرج الذال بنأكد عليه كثير، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا يتا ذك كاف شدة فتحة يتا ذك
تذكى، راء ضمره يتذكروا، واو سكون ماضي طبيعي يتذكروا، نون فتحنا يتذكرون، نقف عليها مد عارض للسكون يتذكرون، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذن هذه الآية المعنى الإجمالي، يعني الله تبارك وتعالى يقول ولا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات عابدات الأوثان، نهى الله عز وجل عن الزواج من المشركات عابدات الأوثان حتى يدخلن في الإسلام، واعلموا أن امرأة مملوكة لا مال لها ولا حسب مؤمنة بالله عز وجل خير من امرأة مشرك، وإن أعجبتكم المشركة الحر، يبقى الله تبارك وتعالى فضل المسلمة على المشركة، المؤمن عندما يريد الزواج يتزوج من المسلمة، يتزوج من المسلمة المؤمنة بالله تبارك وتعالى. ولا تزوجوا نساءكم المؤمنات إماء أو حرائر للمشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله، كذلك يعني ولي الأمر لا يزوج ابنته أو من هي تحت يعني إيه تحت أمره، لا يزوج هذه الفتاة من المشرك بالله تبارك وتعالى، وإنما يزوجها المين للمؤمن بالله تبارك وتعالى. واعلموا أن عبدا مؤمنا مع فقره خير من مشرك، وإن أعجبكم المشرك، أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون كل من يعاشرهم إلى ما يؤدي به إلى النار، والله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي بهم إلى الجنة ومغفرة ذنوبهم بإذنه سبحانه جل وعلا، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يعني الله تبارك وتعالى يبين آياته وأحكامه للناس لكي يتذكروا فيعتبروا. يبقى الآية هذه الآية الكريمة نستخرج منها وصايا عملية، أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمن يتزوج بالمؤمنة، كذلك المؤمنة تتزوج المؤمن، وأن الله تبارك وتعالى عن الزواج من المشركين للنساء أو المشركات للإيه للرجال، كما أن الله تبارك وتعالى بيّن في هذه الآية أنه تبارك وتعالى يدعو إلى الجنة والمغفرة، فالله تبارك وتعالى يريد لعباده الخير سبحانه جل وعلا. هذا، والحمد لله رب العالمين.